دخلت عالم الشهرة بعد ما فازت بلقب ملكة جمال تركيا، وناس كتير بيشبهوها بالموديل آيرينا شيك. بس المعلومة اللي يمكن يتفاجئ جمهورها بيها انه اصلا اصولها عربية، وزي غيرها من النجمات قررت تتجه للتمثيل وبقت تنافسهم بقوة، خصوصا بعد ما قدر مسلسلها لن اتخلى ابدا انه ياخد نسبة متابعة عالية. امينة جلتشي هي ضيفتنا النهاردة في ستار تراك. على انستغرام عندها اكتر من 772 الف فولور، وبتعرف عن نفسها بمس تركي 2014، ومن اخر اللي نشرته هي صوره مع عائلتها وكتبت ابريشيت افري سكند وذ يور فاميلي، وقبلها صوره ليها بالابيض والاسود، وسبقتها كمان صوره على البحر. على فيسبوك عندها حوالي 168 ألف لايك، والكفر فوتو والبروفايل بيكتشر عليه صورة من حفل تتويجها كميس تركي 2014، ومعظم البوستس مرتبطة بإنستجرام، ومنها اللي اتكلمت فيها عن أحداث إزمير، فنشرت صورة الضابط المتوفي وكتبت بما معناه ياريت ما ننساش نصلي لهم الله يرحمهم، وسبقها صورة عليها عبارة كفاية باللغة التركية. على تويتر عندها أكتر من 17400 متابع، وهي مش نشيطة قوي عليه، فآخر تغريدة كانت من 5 مارس 2016 من مقابلتها في البرنامج التركي 3 آدم، فنشرت صورتها مع مقدمين البرنامج وكتبت بما معناه النهاردة استمتعنا جدا، إن شاء الله اللي تابعونا يكونوا استمتعوا كمان، تصبحوا على خير.